بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا إسكال نوصور تقريي ما أنت إنان كمن نقنو تدك كفائدي سنها دورة ويسوق من قابسي مؤسسة الرحاب، رحاب العلمي للمناهج التعليمية. دورة دورة كوبات مؤسسة إفرونيسو إن أي نوو شرفتي وأن كمن نقل مددك المستفيدين تا كفائدي سن هايو أيان أومة علينا إلهي سبحانه وتعالى، ثم مؤسسة أعضاء هذا وشيخ محمد ووهو الرئيو إيش عبد الله مادة أني لا يوصو قري ومادة سيرة وليو كتاب هذا قيمة بدن وفريد من نوعه أي مؤسسة أدورتي ولدي كروا مناسب إن مدكوبا أن وحسك الشيخنو سيرة أنت أن كتابك أقود قرين وعلمي أدو قيمة بدن وحاكو فلن سيقود أهان علم التاريخ سيد المسعودي ويري علم التاريخ وعلم يستعذب فيها الجاهل والعالم. علم التاريخ هو علم وكما عن سدو نك عالم كأيه كجاهلك سيرنا هو من علم التاريخ، وحين خصيصا تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم أي خصيصا أيضا مركو أوه أهمية بدن ما دام علمي تاريخ صار له أماني علم السيرة أيا أوه أهمية بدن علم السيرة اللي يرادو لغة العربية هرتها سيرة وحال يرادا الطريق استلاح عهانا وحال يرادا مركو لصو كوبو علم بأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول البدء إلى التناهي وعلمي كشكينا يا ما كسابسا مالمه صوبناها صلى الله عليه وسلم من بداية ولادته مركو لا شيء لغا صوب اللابو إلى التناهي إلى أو نبيك كجيريوض وأنا أنت كتاب كينا أكالي دونو أي خلاص ديسا علمي كان سيرة وعلمي أدو قيمة بدن كتب بدن أيا لغا ندميي أو لغا قوري كتب تاس وحاكمي دا كتاب كان مانتا أنهينو أو أن آد لو أقونين مردونا وحاوي لتحقيجيه هرانا أن متوفر وأهين أو مقعيز لي رادو سير الحور إلى القصور أما أرجوسة منظومة سير الحور لي رادو كتاب كان ونادر ومتوفر ملك استماعها لكن وحالي كراوة كتاب آدو قيمة بدن وإن بدن ساحظة كمغنى إلينا سبحانه وتعالى وهذا ما أنت نصور تقلي إنان دوردنا أنا يقوب اللونه وبالذات مركان نحن وحكو تعليقي أما كشرح باللغة الصومالية إن أنت انكوار قبا إن اسجر بل كتاب كبقوية هاي نادر ويهي وآن إن بضن بلغو ورحينين مؤسسة مركو حاليه كرا وحين وصو دورتي كتب نوادر وطالب علمي غنو باهن يهي ولبا مبتدئي بلوغة أيال ليه كرا كتابك وقتي يسو قابي مركا مداما مالمه ينو يريهين كتابك غنو اللي حدانيو دور بيدي يهي انتان كتابك مدني اوقو دقلين
كتابك يا إسكاله إلآن كتابك إنك لما ركل أوجاده يا فإذا ذا أما واحد كجرا لوان كرا قيمة أولي إنك له إنك إسكاله وحاله هذا محب الدين أبي الوليد محمد ابن محمد ابن محمود الحلبي الحنفي ومعروف كه بابن الشحنة الحنفي إنكاس وانين عالمة وعلماء الحنفية كترسل وآدوا قيمة بناء علماء دي قرنه سديدات نوليدنا غيريودي باللوغي قرنه سقالات وغيريودي سديد بقول يشان يتوانك هجري مركوانين لديه كرو علماء دي آدك وقيمها بنيت ولبكو عام بحضي كتبتا نظمي أما فنون تأني سهلان أو النظميان كتبت سندبي وحكمي دا مئة المعاني وحاوية بلاغة وكل ندمي كتب بضن بولي وآذ قيمة بضن كتاب كيسان مركة سيرضاء ورجوزة وصير الحور إلى القصور وكومة عابي وانا نين لو تيريو علماء قارنا هذي او تيريان با الرجوزة المئية عانك بحدي العز أولي هاي وإن بدن ساحظة هذا كجرتي إن بدن إلى دورة طوان سنة ودن بيسي معروفة هيد أي علماء محقين تقريب كميدة أوتيرين وأساق ليه هاي علماء قارنا ويديدين سيد حوق بدن وحاوية إنو ابن أبي العز الحنفي أولي هاي منظومة رجوز المئية مركة ما قادة مركة إنان تعليق صارنا وآن كجهاد النتاس لكن وحاوية نقاش كأو جرا إني أساق الله تيري كتاب كدن قد قال له كتاب كان مسائش السيرة ضاء وكوبي ومركان فيرفيري وبقول لحدن يلح مسألة وفي علم السيرة أما علوم تكلبا قد قليسو أيو كوبي وحليه كرا يريديسا انتو أبياد أويهي ولحدن يصدح بيت وأودورتي دأدي نبي صلى الله عليه وسلم كو غيريودي لحدن بقول لحدن إيو لح مسألنا وعلمينا وحو كوبي أبياد داسير وكسو كوبي مركو حليه كرا وأرجوزة آذو قيمة بدن أرضي إنو حفديو كو هابون ماشي أرجوزة المئية بقول بيت إيهيد أساقوا لحدن إيو صدح بيت مسائيش سنة مركو حاوي وهي كوبانت أرجوزة المئية وبقول تضباطني السقال مسألة أي كوبتي مركو وحي كم مقام بيبير بي تايبو مركو لسكو فيري لبوض marka kitabkaas ayaan guda galeyna warkiisana ma badin doono sharaxiisa waan khulaasayn doona marka ina wax badan akhriinana isku deeyna si aan kitabka dhaxda oo kale tagin oo labadan bari aan ku dhameyno insha Allah marka la unba hadii ay noo suurta gasho asagoo faahfaahsan ama aan la dheereeyay aan isku deeyna inaan aan tacliiqino laakiin hada waxaan noqon doona sharax kooban oo munaasab u ah dowrada qala nadim rahimahu Allah ta'ala بسم الله سيرة الرسول بدأت والمولد عام الفيل خمس ربيع أول صبح اثنين في نيسان في مكة مكفى الكلف أبوه عبد الله مات قبل وتسعة الأشهر كان الحمل أرضع حولين وشق صدره بعد أربع فرجعته ذئره وماتت أمه بلبوة آمنة والجد موسى عمه في الثامنة سافر أبو طالب الاثني عشر به بحيرة رده من بصرة وعام خمسة وعشرين رحل لشام تاجرا ومن بصرة قفل خديجة زوج كل الولد له منها سوى إبراهيم جام مارية قاسم زينب رقي فاطم كلثوم عبد الله منها الخاتمة وقبله ماتوا بلا عقب سوى فاطمة عن نصف عام للتوى وعام خمس وثلاثين حكم في وضعه للحجر الأسود ثم ويوم الاثنين لأربعين أرسل للأنام أجمعين في رمضان أو ربيع الأول وقرأ قم الحمد أول المنزل وعلم الوضوء وصلى الركعتين لقدسي والبيت العتيق نصف العين قال رحمه الله تعالى بعد البسملة
أما النظمي قبل وكل شيء يحولي هاي بسم الله سيرة الرسول بدأت أي أبدأ وحنكو بلابها يا بسم الله الله مقعيسة سيرة الرسول رسولك دقى كيسة أما وضدي ورسولك كتاقنا أما تاريخ دي سبو والمولد أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل أي ولد عام الفيل وحال دلي سنتك مروديك أما قصدي مروديك عام بحي خمسي ربيع أول صبح اثنين في خمسي ربيع أول بشا موليد كان أي أهيد لبيع طبعا صبح اثنين صبح اثنين في نيسان بشا أبريل لحظة هذا في مكة مقالة مكة أيال وضع ليسوبانها مكفل كولا في أساق أو قدن أو لقدي أيالش أرد أبوه أبيه سوبانها عبد الله ما تود انتي قبل أي قبل ولادته انت النبي قرأ لين كهر بنتي وتسعة الأشهر وكان وحوها الحمل أي حمل النبي صلى الله عليه وسلم أورك اللي هو ذي تسعة الأشهر سقال بلوط أيوها هو المحهود في الحمل وأنا سيدا عانك كؤه وحوية إني عرورت سقال بلوط على وش الغوض إمامك أبيادا وحكوتري وكوب الله بحوير مركوه الرئيس وحنكوب الله بيا مقع الله مقع إلهي بنكوب الله بيا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كتبوا كوكو دقلوا وحوكو رسوبنا وحالة للي سنة كي عام الفيل عام الفيلنا وقصة معروفة وقصص كأيو تاريخ دبعات كوما قشين ومروديقة وقتي أي ننكي أبرها لديه جري وكدو لك عبادة فردي وأديك سدي وحيالو أديك سدي وحكمدها جديد مرودي بحكمدها مرودي أياك مدها وحو أديك سدي وكعبد وأودول كدي من وصورة الفيل وكشة كيسي مرودي وحكون عي أسقبه إن لبابي أي كشة كيس سنة عصير يا سبحانه صلى الله عليه وسلم أيا الله عليه وأرين تصبح عدين هيو لين ليرادو قيس بن مخرمة وسحابية وحلي هاي ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل أنا جاء إيه رسولك وحان نال علي سنة كي قصدي مرودي جاء إيه العدي أيان نال علي وحير وحان أمريكا اللي داني بنا والله واسك الدق بنا هيو وسحابي كدي بحير خمسة ربيع الأولي خمسة الشهر وحوي ولحم الموت خمسة شهري ولحم الموت مركب وتثني يروح خمسة ربيع الأول لح مركز قدر تماقين أور مرك ولبيئة تون مركب خمسة ربيع الأول بيش اللبيئة تونات بيش موليد مركب إهيد لبيئة تون خمسة شهرين وستة أيام خمسة مركب كويري ويانا هاللابو خمسة ربيع الأول بيش ربيع الأول لبيئة تون مركب إهيد تازنا ومسألة مشهورة عند الجمهور مسألة مشهورة النبي قال بيش الله بيتونا بيش الله بيتونا مكي مريسي موريد كلاد علي أنا نقان ربيع الأول ومسألة مشهورة في التاريخ مالين استنين إلا دلينا مران ملح ونبي صلى الله عليه وسلم ويوم ولد وكوير ومالين لي دلي في نيسان بيش أبريل وبلها ميلادي أبريل بان نبي صلى الله عليه وسلم ورش ماشي وكنا شيء محيط أي مكان أسوق أو جودن مقفل كله في أسوق جودن أو حدون تلاقي جري أريد أمرك نبي إني أسوق جودن للدلعي بعض حاوى تواريخ آيات المامت قلنا وحيد أنا وحاء دلعي وحاء جودي أبو يس عبد المطلب أي جودي سبحانه صلى الله عليه وسلم مركو وحاوى وأرين مركى مواركين كل دوي هنا أنت بطريقة قصة أرطقنا وضعيفة لكن تاريخ بدنا أولا سهلة لأنك مكلا له سنة أهانتي حديث أمرك لله أولا سهلة ولذلك أن شاعر وحيري ولد مختوما أو لجد ختن وقيل جبريل وكل قد وهن ولد مختونا سبحانه وحيري سوء قدن بارد علي أو لجد ختن أما أوقي بقى قدئه عبد المطلبة
وقيل جبريل جبريل با غودين ولا شيء دمان تود مخير وا وهني با كوسو اوروراي واخ سوغن ما صادر امرك وحا وهي نبي ان لا دلا اسو غودنا وحا وهي كليغيس كو اما حتى ذلك عادي وحلا يا بقف إنه رشيس هو جدًا وآمن دي بالله جدًا وأشيء مركب حواء واقع ودعوة علماء التاريخ أنه يصور إن بدل دلل على إيه هو جدًا وآمن دي بالله جدًا كتب حوكير أبوه عبد الله مات قبله نبي أبيه وعبد الله بكير ولا مريتة لا مريتة إنه أبي عبد الله هو جريه ذي إنتان نبي أصلاً دلالين وسيدة علماء التاريخ علماء التاريخ أبديهين أنت النبي أور كلوه ذي سجال بلاد بهيت واسدة معهود كأبا إلى هذا يعنيها معروف كا إن هو يذا عنق ذي أور أهاته سجال بلاد يكلش بسم الله سيرة الرسول بدأت والمولد بسم الله ألمك عيسى أيا بدأت أي أبدأ أنكو بالله يا سيرة الرسول رسول كسيرة ديسة والمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل وحوي سنة كمرودي أيوة سبحانه صلى الله عليه وسلم خمسة ربيع أول بشهر ربيع الأول إلى بيت طوانه صبح اثنين صبح اثنين في نيسان بشهر أبريل وحوي لحد يضع كل شيء في مكة في مجال هذا مكون كل شيء مكفل كل في أسق أو حدنت أيوة وحوي جدن أيوة شيء حدنتنا لقجري أبوه نبي أبيه عبد الله عبد الله هو مات وود انت قبل اي قبل ولادتي انت لا دل وتسعه الاشهر وكان وحوها الحمل اورك صوبنا صلى الله عليه وسلم انت لوودي تسعه الاشهر سغال بلود ايوها اردي عوال نوجي حوليني وحاوي لبا سنه في الباديه ولو نوجي وشق ولا جهي ولا دلعي صدره حبت كيس شرفت لها بعد 40 افر سنه مركو غاري كدب فرجعته ويسعلسي هو صوبناها ذئره تين وجنيسي هي حليمة سعدية هي وماتت ويدمتي أمه هو يدي سبحانه صلى الله عليه وسلم آمنة أهل بالأبوى ماشى أبوى ليرادة كريمتي والجد نبي أوغين عبد المطلب أها موسى مدر دارمه عمه أديركي بقدر دارمه أبو طالب في الثامنة في سنة الثامنة سنة سديدات وسافر وصفري بو طالب وسافر ولا سفري بو طالب ابو طالب لضروره الشعر بالوغو همزه ابو طالب لثني عشر لبيه تون مركو جري من عمره هو به سبنه بحيره راهب بحيره خده علي من بصرى ماشي بصرى لو كسو عليو ولا تري وحيري ويلكن علي يهود با ايا كو حد غدبيسه هداي مقشه او مركو حاوي أي كور هشي وعام 25 سنة كي شن إلاباتن من سنه هي سبحانه صلى الله عليه وسلم رحل وأررتي لشام إلى الشام شام حق هذا أررتي تاجرا حال ويهي مد جناسي هذا هاي وفي مرة ثانية ومن بصرة ما قال هذا بصرة لي هذا أيو قفلة كسرات معنى رجعوا قفلة بمعنى رجع وكسرات خديجة زوج ولوغوري خديجة خديجة يا لوغوري كل الولد عرورته أطنى له أصوبنها أصوناتي منها خديجة حق ذلك هذا سواب إبراهيم إبراهيم مركز لغا سرعب جاء وحوكيم ذوك هذا إبراهيم من ماريه ماريه القبضية حق ذلك هذا قاسم صوبنا عرورتي زعوي قاسم قاسم يا زينب قولة زينب ليرادة رقي رقية أي أهيد لضرورة الشعر بلوغين هتاد رقي رقي فاطمة قوارة فاطمة ليرادة كلثوم أم كلثوم عبد الله عبد الله ولك ليرادة منها الخاتمة منها خديجة حق ذيك أهادين الخاتمة وأسكت تمام البيت ومن ذو ختم عبد الله وقبله ماتوا بغير حوي عقبي وقبله قبل النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه هرتي ماتوا ويجيريودين بلا عقب أولى الآن سوى فاطمة فاطمة مركز لك سرب عن نصف عام سنة كذب
أي للتوا جريوتي التوا أنا واللي كرا التوا أنا واللي كرا والتوا أفصح أيدهن علماء اللغة التوا أنا معاوي هلك الشخص توا الشخص يا هلك الشخص واسكمد وجريوديو معناه توا بمعنى هلكوا وعام 35 سنة كي شن صدا أجري وعمري صلى الله عليه وسلم حكم وكل حكمي بين قريش قريش بوكل حكمي لما اختلفت ما كيس خلافت محوكوك الحكمي في وضعه دجين تسل الحجر حجر كو دجي الأسود دي مدوبة ثم هناك ماشي أسود دجي إمامك أبيضا محوكو تري حكم بالله بي وبيتك أفراد نبي صلى الله عليه وسلم إلا نوجي لبصره بيت بني سعد بان أوسو نوجي سنة كاس مركو حوال مركو أفر سنة جري سو بانيت باديت بني سعد جو أيا نبي صلى الله عليه وسلم جبريل يا أول ماذي النبي صلى الله عليه وسلم والله جيحي سدري جيسا يلا جيحي كدي بوحا وحلاقة ساري قيبتي حميد أو شيطانك وابن آدمك كلها أيا لقبحي ونبي صلى الله عليه وسلم والله دقي انتي وحاوي بير كيسي وحزل سوبحي والنيس أيا لدقي وباف انتي القليبة لدقي كدي بالوعلي جيحيتانك أصلا مركي أركتي وعرورتي لسعوتي أركين إني نبي قال السيحي وحاوي لجيحي وحاوي نين حوق بدن وقبصدي أي يا عين ورمين حليم السعودية مركي صورة دي قوتي منا نبي قوة دورسون أي قوتي منا رات كينا كم مقدو كدي مركا ويعلسي أرين تقضي يدي بيلان أحدي ويعلسي أي فالرجعات ذئره ذئره وحالي إلا له هواني إذا أنكو دلين لكن ناس كنو جس ناس كنوا جيس أيال ذي رجال هذا لغة عربية مثل نوجسين علماء وتاريخ وحيو بدين إني حليمة سعدية وربي بني سعد كوس نوجس وها متفقة إني بادية بني سعد دون نوجي لكن بالضبط إني حليمة سعدية هي ومسألة لوك الدنيا لكن جمهور وحوي مؤخين وحوي مؤرخين وحي قوان إني حليمة سعدية اللي يجري قدام قاعد وأنا سيد عان كيو نبيه هو يدي بجريوتي ماشى أبوه اللي يرادو أي كغيريوت أبو هذا نوامل مكئي مدينة نحوضة هو يدي آمنة هو يدي نبيني آمنة الله نواتقني كذب نبيه مسؤولية سو حلا ورجي أوجي أوه وعوه يا عبد المطلب عبد المطلب أي نبيه هاي كذب حوضر دارمي سندي سديد ممكن لمرهي أبو طالب أو نبيه أدير كيا إنه كوره يقول كان وسنة دي سديتات أيوة تدارمي أبو دالي مركة والله سفري سنة كلامية طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دعي سعي سدوا إلى لنا هي أول أيام مركو سفر هذا سفر بقوة دنجري سفر بقالة بحي ما شاء الله يراد شام بولا هذا للكا وعوايا سيري أيو أيو لا هذا أسوأ لحظة صعدة أيام وحالك المي نلي يا رو رأي بحيرة راهب أو جرجين اللي جري معيسة جرجين جرجين بقى معيسة اللي جري بالجيمي نينك بقى نبي مركي صفات كيسي مركو أركي أيه وحوي قانة ده هوري وحوي قانة كتب توري قانة وحويري ويل كان علي حدي أقول كأجيس يهود بن أوجب بقى هني أي وحوي جيسك كدي بقى مطالب وحوي قاتي ثلاثي مقاتي بصرة ماشي اللي هو كسعلي سنة كيشان إيه صدم نبي جدأ دي سيء أهيد نبي مر لبعض بوررتي أو حقوق صفري سنة شن لبعضنا هي دلوجدة شن لبعضنا مركو نبي مر هاي دقيسة أيوه هذا نوع مر بعض حقوق صفري ماشي اللي يراده الشام محوك دوني مال إيه لهيد خديجة ومركا أسوء سنقبين أيوه الله صفري وحلي جري مغارضة حقوق يسا أيوه صفري مال كاس أيوه وحاوي وسفري ما يسار إلا يراد أدونا على السعودي markay soo gudoomeen oo faa'iido badan u keenay ayuu maasiiro wuxuu oga sheekay Khadija ninkan iyo waxa uu ku arkay kadib ay jiclaatay ayada doonatay ayada nabiga sallallahu alayhi wasallam dooratay oo nabiga raasitay walaa guriyay nabiga sallallahu alayhi wasallam aruurtiisa dhanna Khadija ayaa u dhashay Khadija nada waa awwal man aamana قفك أوه الرئيس وبنى الرمية خديجة خصائص بدن بيلاد سادة رادد وصبنا صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها
أنتوا أص خديجة قبي هؤلاء كلامو جوسين ومن خصائصها وخصائصها ذو عجميدة إن عرور تنبى قدر ودان أيات قدر الشيء إبراهيم مركلك صورهم وماريا القبدية ليش ماريا القبدية أي الشيء عقوق المركة إبراهيم مركلك صورهم عرور ترى أيات قدر الشيء عرور تسبنا صلى الله عليه وسلم كويبة حياة عرور تسبنا وحياة قاسم بأوهري صادر هذا بسبنا صلى الله عليه وسلم وحاء لو ما قدري ولو كنيه أبو القاسم أبو القاسم أين أبو الرقي رقي إلى الرقية ترخيم كحوس ميل لضرورة الشعر فاطمة كلثوم أم كلثوم وهي أم كلثوم فاطمة وأصغر بناتي صلى الله عليه وسلم نبيك قبله فاطمة أو يرد فاطمة قبلها نبيك صلى الله عليه وسلم أو يرد أم كلثوم نوال شيئا لكن سيدي أبدين وارقين تحاولين فاطمة أو يرد عبد الله عبد الله طاهر يطيب لفظ والله وطاهر طيب عبد الله وكله أرجوز المئية طاهر يطيب لفظ والله لقب أهان والله لق ونانيس أهان طاهر يطيب وحان لو بحي طاهر يطيب وحان لو بحي وحود شيء بعد النبوة نبي مركي الله صار كدب أيودش صدر هذا طاهر طيب لو بحي لقب كاسولها وأنا عرورته والنبي قال لي عرور أهان متك أو يراو عروق النبي قال لميتك أو يراوى عبد الله تمام البيض خاتمة وحنا النبي صلى الله عليه وسلم عرور تيسي أوطن ويجيريوين أنتو سن أسرع جيريوين وحكي كسو لقسو رفاه فاطمة بس فاطمة أنا قرمي جيريوتي سنة نسكي بكدين بس سنة نسي ولع بلوت لع بلوت كدي من أيضا ويجيريوتي بلا عقب بكر أول الأعم جيريوين سوى فاطمة فاطمة مركا هرتين ما يجريونين عقبناكم ما دعينا أولاد لان ما هيدا وحيدا شيء حسن حسين بيرش وأمك حاول يا شرافة ديك الجوام حسن حسين أو فري فركي سبحان الله صلى الله عليه وسلم إفاد ما رشيء مركع عقب إذا عقبناكم ما دعين هرتين النبي ما يجريونين وأنا قبلي أو يري سبحانها قبله خلالي مركع حاول ميزات كابلة وأنا وسيدة النساء أهل الجنة وحكى لهم إمامك أنه شيء سنة كصدر إيو شان سنة مركو جيري سوبنا وعمر جيساء قريش بقى إسقبسات قريش مركو إسقبسات وحيزكو قبسات كعبادة إليسين مركو كعبادة إليسين أيالي يا حجر كي أسود كاها ميشي سان كو علين والي سكولو ديه ريه بالبا كو علين ريه بالبا قبيل بالاو كالبح أيو قوي سيستو أيا وضي وضي أشكا ميدا أيا مغير أبين وامالين أيا وحويري نينك نووه الرأي وصوغ لك عبادة aya dhagaxan meeshii dhigilaha ama dhigaya dhagaxan ama saga talakeeni saadi la fiiriyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam soo galay soo dani shan sano markaa jira waa wiil aan yare markaas waxay dhayn ayagoo dhan qodayaashu waxay dhayn maxamed al-amin radiina wa maxamed amine qaliba kun wii mid markaas wuxuu sameeyay go' keenur go' weyn ba la keenay go' iba dhagax xajir uu dhaxriday wuxuu yiri qabiil kasto oo quraash kamid ah go'aan darf qabsado قبيله بالدرف وقصري مركز السوق هذا ماشي لو ترجع لك تدل لي مركي ماشي اللي جاي قبيله والبو ماشي اللي هو لا قوي دنا عقده جاي أيوة أصي قاضي وحجر ماشي دي قبيله ده مركز السوق إيش يسي أرضي حوليني أرضي عوال نوجي حوليني لا بس أنا في البادية تبلو نوجي وشق والد اللي عيسدر وحبت كيس الشريف وين بعد 40 أفر سنة مركو جاري كدي فرجعت ويسوع لسي ذئره تين وجنيس حليمة سعدية وماتت ويجريوتي صوبناها أمه يدي آمنة تؤهيد بالأبواء ماشي أبوى ليرادي كجريوتي والجد أوغي أو عبد المطلبة موسى نمت قدر دارميوي عمه أديركي أو أبو طالبة في الثامنة في السنة الثامنة سنة سديدة وصولبانها عمر جيسيهيد سافر والله سفري أبو طالب أبو طالب لثني عشر لبيتون مركو جيري عمر النبي صلى الله عليه وسلم به صوبناها بحيرة نينك ليرادة بحيرة راهب راهب بحيرة أو جرجين ليرادة رده وسوع علي أو بحيرة أبو طالب أول كان علي من بصرة ماشي ببصرة ليرادة وكسوع علي أو من أرض الشامة وعام 25 سنة كشان إيا طبعتن وجري عمري جيسا رحالة ورهرتي لشامي إلى شامي شام حق يدو ورهرتي مرة ثانية تاجرا حالو إياي متاجرة أو وحاوي قنع سنهايو وقنع سئاذي ومن بصرة مقالة بصرة ليرادة أيو قفلة كسو اللعبتي قفلة كسو اللعبتي صوبنا القفول معنى الرجوع الغافلة معنى وعاوية معناها الرجوع على الله قفتي
خديجة خديجة زوجة وقر سيسول سبحانه واللوغوري خديجة ما اللوغوري كل الولد عرورته أردن له وحاوي وسبحانه وسبحانه منها خديجة حق ذلك هذين سوى إبراهيم سوى إبراهيم إبراهيم كلا قصور ريبه جاء وحكيم إبراهيم أردن شيء من ماريا ماريا القبطية ماريا القبطية وحيتان أوتقدونا قاسم عروتي سقاسم أبوه زينب قبل زينب ليرادو رقي قبل ليرادو فاطمة قبل فاطمة ليرادو كلثوم أم كلثوم قبل ليرادو عبد الله ويلك ليرادو منها خديجة حق ذيك هذا عرتنا الخاتمة عبد الله الو خاتمة أما تمام البيت بكري وعام 35 سنة كي صدن يشن وعمر جزاء حكم وكلا حكمي أو وكلا ساري في وضعه دجنتي ساي وكلا ساري لما اختلفت قريش إلى حجر كي ودجي الأسود إيه مذوبة ثم ما شاس ودجي ويوم الاثنين لأربعين أرسل للأنام أجمعين في رمضان أو ربيع الأول وقرأ قم الحمد أول المنزل وعلم الوضوء وصلى ركعة لقدسي والبيت العتيق نصبعين ويوم الاثنين مالين سنينة لأربعين أفرتن أجر سنة كي صلى الله عليه وسلم أرسل وعلى ديري لين أنامي ذكر الله ديري أجمعين دمانت في رمضان بشي رمضان أحدث أو ربيع الأول أما بشي مولد وحاوي أحدث وقرأ وأول المنزل وحي أوه الرئيل السودجية اقرأ سورة إقرائه قم سورة المدثر به الحمد سورة الحمد به وفاتحة وعلم والله بري جبريل ببري وعلم والله بري سبحانه الوضوء ويسال الله بري وصلى وتكدي ركعتين لبا ركعات بوتكدي لقدس الى قدس بيت وحاوي مقدس حقي سوتكدي والبيت العتيق بيتك وحاوي هري بيت الحرام بلغه وداي نصب عينين ايضا نبي هرتيس اويه نبي هرتيس اويه أبي آدم حكوا شيء نبي صلى الله عليه وسلم مال سنين أيال الدري مال سنين أيال الدري أو سنة كيسن وياي أفرتن مرن ملها ده تكون مال نودري سبحانها بشيل الدري وحي أهيد بالرمضان بليه بالرمضان بأهيد وعقلوا لي ربيع وعوي ربيع الأول بأهيد هو الراجح إن ربيع الأول أهيد ومولد سولا بسو سبحانها اللي صاد دري أيا بشا أيا حوق بدن مرقين تنساس اهتمامين رمضان كان وحال دي قرآن كاملا بالسود دي بيت العزة إيه سبحانها إرسال كسماء هين وحي أول ريل سود دي وعوكو يري وعي أي سورة إقرأ أيا لسود دي سورة الفلق أيا أول ريس وليب آية لها هوري دورك آية أول ريو أيا لسود دي دورك أول ريل سود دي قومي بالا سودجي او مدثرة يا ايها المدثر قم فانذر ايا لسودجي سورة الاقرا يا مدثر سيؤكل هري سورة الاقرا ايدها هرا ايدها هريسي ما انا بقاري وكده يا قارو حين انت لو تي اقرا لداه سبحان ما انا بقاري او جبريل وعم جوجينه جبريل وعم جوجينه مدثرنا ومرق سو عرري او قارو حين انت كسو عرري اسدو دوبي خديجة يتر إليك مهوجين هي وحاوي وبسطاي كدو تماش يا وحاليري يا أيها المدثر قم فأنذر وأنا أول سورة نزلت كاملة سورة المدثر اقرأنا بالله رب السماء كور سودي الحمد لله الحمد إني أول سورة سورة مالها ومكية وعنا سورة كلها هين سوبناها صلاة وفاتح الآن تكذي مجفت صلاة دي ورسين انت لو أمري ما قال له أمري أول المنزل مكساس يكون نقطة فاتحة وحاكر الله بري سبحانه ويسد سيد الله ويسيس أي الله بري وحال البري سيد الله تكذا لبا رقع عوض بالله أول ما فرد رقعتين لبا صلاة لها لبا رقع عوض بالله فرد يالي مركور لبا رقع عوض بالله فرد يالي وحقو أتوكن جري بيت المقدس مركو أتوكن جري سبحانه مركو حسمين جري كعبضو استاي من كبيت المقدس يكجرت كعوضه وجيت بس حاجة إذا كمرين مركز وصلاة دي حيران وحوسها كوجمعنا يا مرك كعوضي إيوه بيت المقدس كعوضنا هرتي سيد تهاي بيت المقدس هنا وأكسي هريسة ساس ومركزها كتكنجري إلى ومدينة وهجروده مرك ومدينة وهجروده محوها يا مرك كعوضي إنه وجيت سدوا وجمعية الله بدي بيت المقدس هي كعوضي إنه وجمعية مركزها إن بدنا محوم من عسدي
سمر من العسلي إن بدل إلا بدله أو قبلها لو بدل كدي محاسودري قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك مركز يا الله أمري تضبيه توم بلاد بنبي بيت المقدس أنت كان أي أو مدينة وجوري وأنت أنا أو وجعل إني كعبة الله الجدي أو وحوي إلهي أمة كسوهاي ويوم الاثنين مال الاثنين أو الأربعين من عمره سنة كيساء وحوي سبحانه صلى الله عليه وسلم وافرت نجرو أرسل والله دري للأنام والله دري أجمعين أمانته في رمضان بشي رمضان لحيته أو ربيع الأول من بشي موليد وقرأ سورة إقرأ قم وحوي سورة المدثر الحمد أول المنزل أما وأول المنزل وحوه الرجل السودجيو إقرأ وي قم وي الحمد وعلم والله بري الوضوء يا الله بري وصلى ووتو كذي ركعتين لبرعوت لقدس إلى قدس بوتو كذي والبيت العتيق بيتك عتيقه الرينا نصب عين ويا بعد أربع بدين جهرة أمر وشق نسبين لأجله القمر وأربع صحبة اثنى عشر ذكر إلى النجاش هاجر وخوف الضرر في الخمس ثم عادوا في الخمس عادوا ثم عادوا وهم مع الثمانين ثلاث معهم ثمان عشر أنثى ومن قبل استقر إسلام حمزة في ست عمر وسابع إسلام النجاشي عشرة موت أبي طالب ثم الكبرى وقبل كانت قصة الصحيفة والشعب في سنيه المخيفة ثم أتت جن نسيبين أسلمت نسيبين أسلمت نعم والأشجار مشت وسلمت في رمضان إحدى وخمسين نكح زودة ثم العقد في شوال سح على ابنة الصديق ثم الإسراء والبيعة الأولى مع 12 وبعد عام بيعة السبعين وصفر والثلاث والخمسين هاجر نحو طيبة مقيمة 10 سنين للهدى مقيمة بعد 40 أفر سنة كذب وبالدين الدين تجهر أولا جهري أما بعد 40 أفر سنة كذب وبالدين دين تيدعو أو يري سرا أمر والا أمري جهرة بالا أمري إنه لجهره أي الله أمره سبحانه صلى الله عليه وسلم وشق والد اللاعي نسفين لبقى والبالغة ديكي لأجله النبي قال أوهي لما طلب أهل مكة توي القمر بشي أي الله اللاعي وأربع وحوي وهاجر وهاجروا ويهجروا دين إلى النجاشي أي أهجروا دين أربع صحبة أي أربع صحابيات أفر صحابة وقبلها إي وثني عشر لبية من ذكرا وذكرة ورقلبة خوف الضرر عبس أوي وفي الخمس وفي العام الخامس سنة كشنات عادوا ويسول الله أبتين صحابة أهجروا تحبشي ثم مركا كذب عادوا هدنا ويلا أبتين إلى الحبشة تبي أقول لابتين وهم أيق أو مع ثمانين ثلاث سديت يصدح رجع معهم معوضنا أيهين ثمان عشر أنثى سديت يتوان قبل ومن قبل أنت كهرنا استقر وصلنا لي إسلام حمزة حمزة إسلام كيسة وفي الست وفي السنة السادسة في السنة اللي حد عمر إسلام عمر أيا صناتي وصابع سنة تضبط إسلام النجاشي نجاشي إسلام مدي سيا سغناتي وأصحمه العشرة أي سنة العاشرة سنة دي التمنات موت أبي طالب أبو طالب ونبي قادير كي ودفاع جري أي موت كيسي جريدي إتمت جريدي سيتمت ثم الكبرى جريدي وينيد آتك وعسليد آياتمت وأه خديجة أي جريوتي موت خديجة توي ثم الكبرى وقبل موت أبي طالب أبو طالب انتو سنجريون انكهر كانت وحائه قصة صحيفتي صحيفتي أما وحاوي دنبالكي قصديسة إيه والشعبي وحاوي قصدي هودك لحدي سأهيد في سنيه سنده المخيفة عبسدة بنا ثم مركا كدب أتد ويتمت جن نسيبين ماشي اللي يراد جن كيدي أسلمت أيضا إسلامتين نعم والأشجار جيدها مشت ويسعدين إلى النبي بأسعدين وسلمت صوبناها ويسلامين جيديه بسلام وفي رمضان بشي رمضان أحيه ده 51 سنة كنت يكو وصوبناها جري من عمره نكح وقرسدي زودة وقرسدي ثم العقد ثم مركا كدي من العقد مهركي أياسه نادي في شوال بشي صنفرات صحة ثم عقد ثم مركا كدي من العقد مهركي أيا صحة أنسحي في شوال بشي شوال أحيه ده على ابنة الصديق كير اللوها
وحاوي أما آمن كبنا أو أذكر قيمة بنا قبل ديسي قول كده ثم مركا كدب الإسراء قصة الإسراء أيها سمرات الإسراء والمعراج وصوبانها للميل والبيعة بيعة أيها سمرات الأولى هو الرئيسي مع 12 لم يتونكين للا بيع عوضي إسلام إني سوغلان وبعد عام سنة كدب بيعة 70 بيعة اللبات وبيعة 70 يا دعدي وحاوي بيعة العقبة الثانية وسفر وشهر سفر بشي سفر 53 كنت يصدح سنة وجري من عمره سبناها هاجر وهجروه نحو طيبة مقالذي وحاوي مدينة حق هذا وهجروه مقيما حاله يميت كن نقية 10 سنين 8 سنة للهدى هانونك مقيما وكتاين إمامك ماشا أبيادا وحنو تري كو وحنو الشيغي سبناها دعوة وكجري إني سريه صدح سنة وهرسي دعوة هوس بصبناها دكا ويرجري مركي أفر سنة لقاري نبي والله أمري فاصدع بما تؤمرني لا جهر بلي او لا دواقو دعوتي مركو دعوتي لا جهري سوبنها وعاوي قريش وحي كدلبين وحين نبي لا سو ديراي او ان معجزه ودن مخو اها مركاس وحي دي هادات رون شيغيسو بشه كلا دلعت بشه كلا جهيله مركاس النبي صلى الله عليه وسلم قضيه دي با دعدي قمر كي با مركا وحي كلا دلعت مركاس وحي دي ما هو الا ساحر وابا صاحب بنين هذا مركو رأيك هذا البضل اغتربت الساعة وانشق القمر أيها لكن أرينتا سمركو حوي وحبكم يقاذن أرينتا مركي سنة دي أفران لقاري ونبقى دعوه ولا جهري لبا بلوضي لمركو بلوضي نبقى حوير وهجروه ده حبشير نينو حاجوه ملك عادل وان أكتس وحبا لغو ظلمين عن لغو ظلمين يا هجروه دي مرك أفر قبل إيو وحا هجروه دي لابية توانين نجاش حقود أجرودن محي أجرودن عبسي أوغي ذيكا قوان عقريش إني إباتيسو سنة دي أفراد بين إحيد سنة دي أفراد أي إحيد سنة كيشانات أيا وحي مغلين ودن كي وحاوي برواقة كرد عادي ودد كي ود إسلامين ودين تبال لقاتي سنة كيشانات سنة أفراد ببحي زمان سنة كيسابات بحدان سوال لابتين مكا هدي سوى قلام عذاب كواسيل لبجي بارمي هو برس عذاب هيا صحابة بل عذاب هيا عادوا ويسوى لابتين إلى مكة ثم عادوا هذا مرة واحدة إلى أبتل حاجة ولا أبتل إلى الحبشة مركن مركه لبي تونكي نين إيو وعاوية أفرت كبرود ما هي سديت يصدح نين باب أحد مركه حبشة أدي سديت يصدح رقة أي حبشة أدي مع الله سعده سديت يتونك بلود وسحابية ذا الله سعد أنت هنا لعبة نكور وحاسون هذا مركه إسلام وحمزة حمزة إسلام كيسة يسونا هو حمزة مركه نبي قال الله نبي أي أقوى أي كوجة جسد أو علي إنه أدرك بابا وحاول يقول كأدرك واحد بابا نبكى لوجي سنة يا مع والوده هالي مركز أبوي رياد نبكى وأنا على ديني حنق مركو حاول يقول وأنا على ديني هدوسو بناء وتجيبه هرو كسي إسلام هرو إلهي بامرك قلبي إسلام كشرح سنة دي سيدات هذا عمر بامرك وحاول سنة اللي حد عمر وهذا إسلام وكان إسلامه مع عزا وشرفا للإسلام لولا إني سو إسلامان دين إسلام كشرف يعز بوهيد نبي كان إمبرم بو إلهي كبري إني سو إسلامان مع الرقعة ذا وحوي قريش الحوض الاعتبارية هاي الله قاعد صدق سنة تطبات نجاشي لا أذاب إسلامي بو نجاشي حق يسلا هذه أي إسلام أو أصحم الإجري وأقول كان هذا إثيوبي لا يقان أيو مركو حوي أيو كو دوجي هاي أو ما حوي أو كن ولا سنة تطبنات سبحان الله صلى الله عليه وسلم عام الحزن بالي هذا علماء وسيرة عام الحزن سنة وحاجة يري أديركي وأبو طالبة وني قعدتك هاي ودفاعي وحانا قدر سمي هذانا معلومك دي بصدح معلومات ودي حزال شيء خديجه قريوتي خديجه هذانا هي غودي قيمها بنيت سبحان الله عليه وسلم واتي سولان برك حوي دي جنجرت مركي ارين كوتيماد ايا قريوتي عامل حزن ولو بخي مركي سبحان الله اد عمر غو سماس انت ان سنه وي لبودا قريونين قصه كوريس قصه كوريس ما هي قصه وهي هي قريش با وهي قرين ورق وحيدين محمد وركيس وان فهمي ويني ري بنو هاشم نقرب ويهن ابو طالب سيده دو عنا قبتين ان كسرغنو وانا الدوله زمان عنا قبتين بلا ساره واغاس سو بلابت شيطان وحيد وحد عنا قبتين على ساره لي ري بنو هاشم ودن عنا قبتين على ساره ري بنو هاشم عنا قبتين بلا ساره وراق بي قورين وكعبدي كدجين او اه ان ري بنو هاشم الا غورسنين ان مركه وها وهي دد قرابان لغي دغين لغوي وحبان لغي يبين ربنا هاشم مركي أرين تعرض عليه سبحانه إني كل سلوك دليل كعب سدين وابقورين هود بقلم ما له هود بقلم
قابو أوتين سوقل على برك هيبنو مطالبنا وارعين هيبنو مطالبنا وارعين والمدير هين أو وحيون نقدين مساندة ونقدين مركي عبار صدح سنة صوبنا الله دبي أهود كان لوجر وربنا هاشمنا أي في سافته هستان نبي وحوى يقرب تاغيين أيان من دوره هشام بن عمر بن ربيعة نين اللي يراد وقرشة زهير بن أمية نين اللي يراد متعب بن عدي إيه أبو البختري نين اللي يراد أفر تاني باتشتي إيه أو زعمة أو حوى زمعة زمعة بن حوى بن أسود اللي يجري شم تاني ما ميل فرزت وحيدا وحن وحرين ما ماها دولي إيها نوي إنان قبيلنا الله شيئا عنقبتين صار أسارن معقول ما سحفتنا ججيحن أفرت شمت وذي أبحي كعبدا لتري وراغضي بالا ججيحن وراغضي بالا ججيحن وحالي وحالي أنا وحالي جرها ريبن هاشم مركو حين قطي قريش تبقى نحو وذو حكوين متل فرارق باكوين مركو قريش تكال كدي مركو عوية هو تكال لغا صبح مركو من سلاسة مركو هاشقو إلما وكتل مامن وصوبنا دبك اللوغي استي قضية دا مركو دعدي كدي وصوبنا دين تولا جهري جنو نسيبين بايمد جنو نسيبين سايكو يمادن ايو وريغان هايو او سمادي لغا حيري او ميلو حكي قادان لا ايا مالين انت موحي مغلين سوبنا هو قران اخرنا هاي انا سمعنا قران عجبا يهدي الى الرشد واكي دهن مركي دقيستين واي اسلامين مركي واي اسلامين طلقوا بيقول لابتين واكي وحاوية سورة وحاوية احقاف اخر كي دلقي الشكي احقاف اخر دلقي الشكي قصص مكينو مركو عجري سوبناها قيدها iyo waxa weeyo ayaa xaqiisa u soo soconahay oo salaamahay wal ashjaru mashad wa sallama ila u anas yiru han garanaya geeda nabiga sallallahu alayhi wasallam salaam jiri ayaan garan had u dhijiri nabiga salaam jiri assalamu alayka ya rasuulullah dhijiri ayaan garan waana marka nabiga sallallahu alayhi wasallam min mu'jisatihi in geedaha iyo xayawaanada iyo wax walba ay u ay marka waxa weeyo ay xaqiisa u soo carrijinaa ma salaam jireen sanadkii ramadaanka كو يس كنتن وسنك دادي نبي صلى الله عليه وسلم وجري وحو غورسدي سوداء يو غورسدي سوداء يو غورسدي او بش رمضان ايو غورسدي كدبنا بش شوال وحدنا غورسدي عائشه ام المؤمنين ايو غورسدي بنت الصديق سنتكي وحا لا شيغا اني سوداء يا عائشه عائشه هوريسي عقد اهان مهرك لكن غورغينت سوداء هوريسي سوداء يا هوريسي annu markay ka geeriyo taqdiija ayuu waxa uu haweenay ugu horeeyay soo guursado oo la gurigalo waxay ahayd sawdaahi kadibna aaysha ku xigtay kadib waxa dhacday buu qisadii israa'i mu'raaj baa dhacday nabiga sallallahu alayhi wasallam leelmi kadib waxa dhacday bay'atul ula bay'atul aqwatul ula 12 nin oo madiina ka yimid oo ragii ansaar ah ayaa nabiga lama baayacooday maxay kulan baayacooday calal islaam inay diin soo galaan 12 kan way laabteen dadkooda way diinta u sharxeen markay diinta qaateen hadana sanadkii ku xigay وحاوي تدوبات وحاد عي سندي كل حكتي أو مركو حاوي كونتنيو كونتنيو عنو جدا كودي سندي كونتني لما أهيد نبي صلى الله عليه وسلم وحايمت سندي كونتني لما دقدي سأهيد كونتني لما أجري وحايمت تدوبات النن أو هو بيسن أنا ببيع على قلة أردت بيع كل أي معنى وحيت حج وحادي بيسكت دي هيان قريش بيسكت قرنا يعني حج بيقوم بعدين حج مركو يقوم بعدين سبحان الله سيجوني بأول قلة مركو هشيس waxay dhahayaan hadii lagu dhiibo hayo wani oo soo jiro madiina noo ma anaga garab ku ah bay'adan dam marka waa bay'atu iwa'in wan nusra bay'adu horna waxay bay'atu islaam bay markii sanadkii kontan iyo saddex nabiga uu jiray kontan laba hadda heshiiska dambaa dhacay kontan iyo saddex markuu jiray subanaha madiina ayuu aaday madiina ayuu hijrooday madiina marka waxa waayay 10 sano ayuu ku noolaa 6 sano 3 saas ku geeriyooday baad 40 afar sano kadib oo bidiin yadcu sirran wa أمير والله أمري جهرة أن يجرى جهرة دين تقول له جهرة الأمر وشق والدي لدلعي نسبين لبق قبل بلد لعي لأجله لما طلب أهل مكة ألقى مرأي لدلعي وأربع صحبة واثني عشر بيت كان مركب على الزدوام ومرمرين لسعو مركب لتأوحاوي للقبين حيو وهاجروا ويهجرودين وهاجروا ويهجرودين إلى النجاشي نجاشي حقي سي ويهجرودين أربع صحبة أي أربع سحابيات أفر قبل أو سحابية واثني عشر ذكر يلبي التونن ورقة محيو هجرودين خوف الضرر عبسي أوغيت وكانت في سنة رابعة به سنة أفراد بينه
وفي الخمس وفي سنة الخامسة عادوا وين لابتين إلى مكة يقول لابتين قليه ويجروا الحبشة ثم عادوا وين لاب عادوا ويسول لابتين إلى مكة يوصل لابتين ثم مركا كذب عادوا هذا مر لبعض أي لابتين رجعوا إلى الحبشة وهم أيجا أو مع 80 سديتا مع هذا ثلاث للريسي صدح معهم محوها هذه 18 سديت يتوان قبلوت أنثى قدو مرة ومن قبل أنت كهر استقر وحسن هذه إسلام حمزة حمزة إسلام كيسة وفي الست سنة لحاد سادسة عمر با إسلامي والسابع في سنة السابعة إسلام النجاشي أيا سوناتي أسحمان لك اللي يجري العاشرة سنة التمنات موت أبي طالب أبي طالب قريدي سأيا وحاوي دعدي ثم الكبرى تي كبرى أدكو وين موت خديجة وياني وقبل أي قبل موت أبي طالب انتو سنة أبو طالب قريدي كانت وحاهاتي قصة الصحيفة وحاوي بوغي قصديس أما نمبالكي قصديس إيه والشعبي وحاوي وحاوي هودكي أما بورليدي بوريه وحاوي قصديس في سنيه سنة ديالكيس وصدح سناها المخيفة عبسيدة بنا وحاوي نبي قال الله نبي قوي إيه ربنو هاشم ربنو هاشم أهل جدر ربنو هاشم إرعان إيه ربنو مطلب ربنو نوفل باهري ونبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن نيك اللي يجري ابن نوفل وقبصد عثمان ودي يجري رسولك الله وانا محان نوغا سارتي زكاة ذكر لك حرمي مر نبي حقوي بنو هاشم وبنو مطلب وحاوي وشيء واحد هاشم ري بنو مطلب وشيء واحد معايا لي ناصروا وقتي النبي قال لباتين هي ايو قرقارين ري بنو نوفل حقيقة هذين ايو المادير يا هاين قريش بيحرعين سادة راد بحقوا هاين حكمتي وحاوي شريعة وحاوي لو حرمي زكاة وحاوي إلا سيو dadka ahli baytka miisada si wayn igan thumma marka kadib aad tadwayti mid jinnu nasibina nasibin meesha la yiraado nasibin meesha la yiraado iraq bay ku taala balay aslama dawi islam ti jinnigas naam wal ashjaru wa haway geedaha mashad way socoto ila nabi wa sallamat subana islamti fi ramadana bishi ramadan 51 kaw yakunta u jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam umrigiisa nakaha uu guursaday zawdata gabadha la yiraado thumma al aqdu thumma marka kadib saha waxa al sahay oo dhacay al aqdu wa haway meherki fi shawala bishi shawala xeeda ala ibn tasdiqi صديق قبل يسي أو عائشة ثم الإسراء ثم قصة الإسراء إسراء والمعراج قصة ذا العظيم والبيعة الأولى وحوية ثم ركض من البيعة الأولى يا أهاتي مع 12 لم يتوني لا بيع عوضي وبعد عام سنة كذب بيعة 70 تدباتنك وحوية بيعة ذا بقى هاتي وسفر وفي شهر سفر بشي سفر 53 كنت صدح أجري صوبنه والراجح وحوية شهر الربيع الأول وإيضاً النبي صلى الله عليه وسلم مدينة قلي 53 كنت الى صدح سنه وجري صبنا صلى الله عليه وسلم هاجر وهجروده نحو طيبه طيبه ماشي ليراده مدينه مقيما حاله يميت كنجيه 10 سنين 10 سنه كنجيه للهدى هنونك مقيما كتاغن ايو مركه صبنا صلى الله عليه وسلم طيبه ايو كسغناده او مركه حوي او كتاغن او هجروده جمع في الاولى واخا اذنا والله سبحانه وتعالى اعلم. بسم الله الهي سبحانه وتعالى شيخ ميزانك سي حسناتك ساوكو الله انا موافقه وحقا دونا بريك إن شاء الله كدي ما نسكسو الله وانينا وحقا دونا كتاب كحيقة بحاسن الإسلام ونسو الجديد دونا شيخ محمد عبد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.